هل نحن معذورون أمام الله بهذا العجز؟ إحنا ربنا يسألنا على اللي نقدر نعمله ما عملناهوش. الشعوب الإسلامية واضح طبعا إن هي مقهورة، واضح إن هي عندها هذا الشعور بالخيبة الأمل، لكن مش من الحكمة برضو إن إحنا نزود خيبة الأمل تاني ونقعد نفتت في مجتمعاتنا ونقعد نعمل حروب داخلية. أنا كتبت هذا الكلام على الفيسبوك وقلت إنه إحنا في الوضع اللي إحنا فيه بين أمرين كلهم صعب. الأمر الأول إن إحنا عايزين نفعل ما نستطيع تجاه إخواننا في فلسطين، الأمر الثاني عايزين نتصرف بحكمة بحيث ما نزودش الوضع الإسلامي سوءا، لأنه من الواضح للعيان إن الأمة العربية في مخطط ماشي، وهذا الكلام معلن مش سر، إنه يراد تفتيت الدول الإسلامية والعربية. كان في جيش في العراق ما بقاش موجود، كان في جيش في سوريا ما بقاش موجود، كان في جيش في اليمن الله أعلم دلوقتي موجود ولا مش موجود، كان في جيش في السودان دلوقتي مشغول بظروفه، كان في جيش في ليبيا كتائب كده كان عاملها القذافي ما بقاش حتى موجود. يعني حتى الجيوش الكرتونية وبعضها كانت جيوش حقيقية زي جيش العراق ما بقتش موجودة. فده يخليني أخاف بالحقيقة على إنه مصر يصيبها ما أصاب هذه الدول، وسيناريو مرعب أنا ما مش قادر أتخيله، إنه تبص تلاقي وحدات من الجيش المصري بيحارب بعضها بعض. ده سيناريو مرعب كلنا لازم نخاف منه. فإحنا في وضع صعب، محتاجين فيه حكمة، محتاجين فيه إن إحنا نعم نطالب بالمساعدة، نطالب بالإصلاح، نطالب بكذا، وفي نفس الوقت زي مشرط الجراح محتاجين دعاء. وأنا ما عنديش حلول لكل حاجة الحقيقة، يعني أنا غلبان زيكم، جاي أقول لكم الكلمتين من الكتاب اللي إحنا يعني بنقرأه مع بعض، لكن أنا ما أقدرش أقدم حلول لكل حاجة، وما عنديش حل لكل حاجة. يعني أنا أشعر بالعجز زي حضرتك بالظبط، وزي حضرتك أحيانا ببقى عارف مش عارف أعمل إيه، ولا ممكن نعمل إيه، ولا نحلها إزاي، فنستنى أحيانا ربنا يحلها لنا.